السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.